السلام عليكم، مرحبا بكم. وصفة اليوم هي فخاد ديال الدجاج مع الخضر في الفرن. اول حاجه كنحتاجو الفخاد الدجاج اللي كنزولو ليهم الجلده وكننقيهم كنغسلهم مزيان بالحامض. الخضر كنحتاجو الفلفله الخضراء والفلفله الحمراء، كنحتاجو البطاطا، كنحتاجو الجزر، عندي انا هنايا جوج، وبصله. اول حاجه غنعملها هي غنقشر هاد الخضر وغنقطعهم قطع صغيره. انا هنايا كلشي قطعته دوائر، بصله بوحدها اللي قطعتها طريفات. نمر الان للتتبيله اولا الشرمول، لاعداد الشرموله ديال الخضر كنحتاجو زيت الزيتون، قليل من زيت الزيتون، ونعملو معاها قليل من زيت النباتية. غنضيفو معلقة صغيرة من الزعتر، بزار، فلفل الأسود، ثوم، نضيف ملح، نحتاجو فلفل حلو التحميرة، كاس الملح صغار، نحتاجو رشة من الفلفل الحار، صلصة الطماطم، كنخلطو هاد الصلصة مزيان، وهي اللي كنضيفو فيها الخضر كاملة. غنضيفو عليهم حتى حبة الطماطم، نخلطو مزيان، غنغطيو بلاستيك الغذائي وغنخليوه جانبا. الان غنعملو تتبيله للدجاج، تقريبا راها نفس التتبيله. غنضيفو زعتر، قليل من البزار، فلفل اسود، معلقة تحميرة، فلفل حار، قليل من الملح، رشة من الكوري، قليل من عصير الليمون او الحامض، كنضيفو القليل من زيت الزيتون والقليل من زيت النباتية والقليل من القزبر والربيع مفرومين، كندمجو القليل جيدا وغنضيفو عليه غنضيفو فيه هاد الدجاج ديالنا. حتى هو كنعملو البلاستيك الغذائي وكنخليه يتمغينا ولا يتبل شي نصف ساعة او اكثر. كناخدو حتى كتدخل الفران، كنعملو لها الورق الطب وغنعملو فيها هاد الخضار. كاملة كاملة
كنعملو حتى الفخيضات من الفوق، والان غندخلهم للفرن درجه الحراره 200 درجه.